يكمل العالم عامين على العدوان السعودي، بل العدوان الدولي على اليمن. عامان من الممارسات الاستئصالية بصواريخ صنعت في هذا الجزء من العالم، وعامان من الصمت الدولي، حيث يمثل هذا المكان جزءا من ذلك الصمت. العدوان السعودي المتواصل على اليمن منذ عامين وصمت المجتمع الدولي عن جرائمه كان موضوع الندوة التي نظمها المركز الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع مركز خيام لتأهيل ضحايا التعذيب، وبمشاركة ناشطين يمنيين في مقر هيئة الأمم المتحدة بجنيف، بهدف جلب أنظار المجتمع الدولي إلى حجم الكارثة الإنسانية التي تمر بها اليمن اليوم. كان لدينا اليوم ندوة عن جرائم السعودية في اليمن في ظل صمت المجتمع الدولي، تطرقنا فيها بشكل عام إلى ما يعانيه اليمنيين من مأساة إنسانية، وأيضا دور السعودية في دعم الجماعات الإرهابية والقاعدة، وأيضا قانونية ومشروعية هذه العمليات. جرائم السعودية التي لا تقتصر على اليمن وعمت مختلف دول المنطقة ما كان لها أن تتواصل لولا هذا الصمت الدولي. رأس الأفعى وهي سبب الدمار والبلاء ليس فقط في اليمن، وإنما ما يحدث في البحرين اليوم أيضا بسبب كل هذا الدعم والنفوذ والزج بالمرتزقة في البحرين. كذلك شعب يعاني اليوم للسنة السادسة، وكذلك ما يحدث في سوريا للسنة السادسة بدعم كل الجماعات الإرهابية الوهابية التكفيرية اللي أساس فكرها وحاضنتها وداعمتها هي السعودية. رسالة المشاركين في الندوة إلى المجتمع الدولي واضحة لا لبس فيها، تدعو هذا المجتمع إلى كسر جدار الصمت والوقوف بوجه العدوان. كان لزاما على الفريق الوطني أن ينشط هنا في مقر منظمة الأمم مقر منظمة حقوق الإنسان ليظهر للعالم وللمنظمات الدولية حقيقة الوضع، ويناشد بضرورة التزام هذه المنظمة بمبادئها التي قامت عليها، والتي يجب أن توقف هذا العدوان بشكل مباشر وأن تساعد بتقديم المعونة والإغاثات إلى المحتاجين في اليمن. فهل يستجيب المجتمع الدولي لهذه النداءات الإنسانية، أم أنه سيواصل دس رأسه في الرمال؟ وهو مرجح، فالقوى الكبرى المتحكمة بهذه المؤسسات الدولية لا تعير أهمية لحقوق الإنسان بقدر اهتمامها بصادرات الأسلحة وبمصالحها السياسية والعسكرية. السعودية هي المجرم المتوحش في هذا الزمان، هو الذي ارتكب كافة أشكال الجرائم، جريمة إبادة. اليوم اليمن تباد، حقا تباد.